وصلنا للحلويات الشرقية اللي يعني هي اختصاصكم ودائما تشتغلون بها انتم هنا. مميزين استاذ، وشنو تميزنا به؟ يعني عندك عدة انواع، يعني قبل المعترف عليها البقلاوة والزلابية والبرمة. صحيح صحيح. هسه تحولنا وين؟ تحولنا على الشغلات التركية هذه. ها يعني هذا شغلكم هنا مو تجيبوا من تركيا؟ بالضبط، لا بالضبط بالضبط. بس المواد الأولية دسات، المواد الأولية كلها تركي. تركي هاي يعني على العشرات التركية. عندك هسه هاي الملفوفة التركية، هذه اعتيادي هسه مرغوبة أكثر من العراقية، لأن احنا دائما القطعة البقلاوة العراقية اختاروها دائما بالحجم الكبير، وهي دائما نشوفها مزعجة. هسه يحبون القصات الناعمة، هسه القصة الناعمة دا يشتغلون. يعني حتى أغلب الحلويات الموجودة هسه حتى حاليا بغداد هم يشتغلوا بهذا القطع الصغار. كذلك صحيح صحيح. عندك عزيزي هاي البقلاوة بالغازو والعسل. هذه بالغازو والعسل زين، يعني مو انت اعتيادك كلهم خلينا عسل لو بس هذا. لا لا قسم ميزها، مو الغازو تكون بالعسل مفضلة. نعم. 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 بالغازو. ليش ميزتها بالعسل؟ مو هي شو العسل مو طبيعي اقول لي على لا لا مو طبيعي لا مو طبيعي نسولف العسل لا لا مو طبيعي مو طبيعي بعد لا مو طبيعي. ونتحول وين هنا عندك عزيزي؟ لازم انت من يشتغل شيء منتج جديد بالغازو لازم تميز الشغل مالته. انت اصلك حلواني مو؟ حلواني اكيد ابدا عن جد هاي شغلتنا. اقول بدي احكي بيها. وهاي الشغله هاي بالفستق، بالفستق هاي. هذه بالفستق، هذه هم هذه هم بقلاوه. تميزنا بشنو استاذ؟ الشيره مالتها، النسبه مالتها الحلا كلش بسيطه، يعني حتى بالسكر ممكن يعني يقدر يذوق من هذا الشيء بسيط. استهل السكر وتخليه ثاني يوم يصعد 450. لا لا ما يصعد الاوانه. السكر يأذي يأذي يأذي. هذه شنو؟ هاي كذلك هماتين الملفوفه بالغازو. وليش احمر؟ بالغازو والعسل، هاي على عيد الحب نجهزها. هاي كل التحضيرات عيد الحب؟ كلها لعيد الحب. ما شاء الله. اعطيني واحده ابوك. خليني اذوق بيها الاستاذ. بس احمر. اي بس احمر. الطعم نفس الشيء لا تقول لي. الغازو يختلف عن الفستق. اي بس هو لا على اللون، الطعم نفس الشيء. لا لا نفس الشيء. مجرد بس تغيير اللون. بس الالوان، والالوان طبعا كلها غذائي. كلها غذائي هذه. عاشت ايديكم. وايدك عزيزي. المحل عامر. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك. الحلويات اللي عندكم كلها طيبه بدون استثناء. الله يبارك فيك من ذوقك الراقي هذا. الله يبارك فيكم. يا اهلا وسهلا. الله يبارك فيك.